في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر. وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. فاكرين برنامج ساعة لقلبك في الإذاعة زمان؟ البرنامج ده كان عبارة عن اسكتشات كوميدية قدمها عباقرة الكوميديا في مصر، وخرج منها جيل رائع من الممثلين الكبار. من بين الممثلين دول ممثل دمه خفيف جدا اسمه أحمد الحداد، وكان مشهور بدور الرغاية المزعجة، وكان بيعمل الشخصية دي بخفة دم ملهاش حل. احنا بقى عندنا في الشركة الشخصية الفظيعة دي، وربنا ما يوريكم اليوم اللي بيتفتح فيه صاحبنا ده في الكلام وتنفجر في وشنا يا جماعة ماسورة الرغي. رغي في أي موضوع، رغي في رغي بدون توقف. ما عرفتش اللي حصل امبارح يا عمورة؟ مش محمد صلاح الفرعون المصري اللي بيلعب في الدوري الإنجليزي في ليفربول؟ مو صلاح بقى يا معلم، مو صلاح قرر هو وكل لعيبة ليفربول اللي بيلعبوا معاه في الدوري انهم يتبرعوا بربع مرتباتهم للمستشفيات اللي بتعالج المصابين من الفيروس. قوم ايه بقى؟ بقيت اللعيبة في النوادي التانية في الدوري الإنجليزي برضو يعملوا زي ابو صلاح ويتبرعوا هم كمان، قوم يغيروا منهم مين بقى؟ لعيبة الدوري الإيطالي يتبرعوا هم كمان، بس يتبرعوا بقى للناس اللي في إيطاليا. ما انت عارف اللي حصل في إيطاليا واللي جرى لها بسبب الفيروس. كله بقى قوم واسبانيا ديكم تاني، كلهم يا معلم راحوا مقلدين ابو صلاح وليفربول وراحوا متبرعين كلهم، ما عدا مين بقى؟ تخيل انت، ما عدا نادي برشلونه بتاع ميسي. تخيل انت، ميسي ده اللي عنده الملايين بالكراتين ما يتبرعش، ولا هو ولا اللعيبه بيقبضوا الفلوس بالكراتين، والله ما يتبرعوش. تخيل ولا بهلله. وبمناسبه الكراتين كنت عايز اقول لك ان كراتين الاكل بتاعت ال يا عم كفايه يا زيزو، كفايه اخويا، المعلومه وصلت والله. وعارف ان مصر كان فيها اكبر حمله كراتين طعام وبتوصل للمتضررين كل يوم بالالاف، الحمد لله وربنا يجزي كل اصحاب القلوب الطيبه. المهم انت كويس يا زيزو، والعيله بخير، الواد عبرادي كويس، ابنك تمام؟ صحيح، فكرتني بعبرادي عموره. كنت عايز احكي لك اللي حصل للواد لما قعد من المدرسه في البيت واضطر ياخد الحصص اونلاين ويعمل الواجب اونلاين ويذاكر مع اصحابه اونلاين كله بالانترنت. والله يا عموره ده زمن غريب والله. في الاول كانت الشبكه بتعصلك معاه، بس بعد كده اتعود عليها وبقى الواد زي الفل. حتى مع عبرادي، تخيل ام عبرادي قعدت على الكمبيوتر وتعلمت هي كمان وبقت تذاكر معاه اونلاين. دي حتى بقت بتكلم امها اونلاين وترغي مع صحابها اونلاين. بترغي بالساعه والله يا عمور، هي ترغي وانا كوع ادفع فواتير الواي فاي. تخيل ترغي بالساعات وكوع يا ابو عزيز، كوع يا ابو عزيز. اصل انا مراتي رغاها قوي قوي قوي، بقها ما بيتقفلش ولا بتبطل كلام. انا ما تفهمش يا اخي ايه الناس دي. والله على فكره بمناسبه الواي فاي بقى، كنت عايز اشتكي لك من ان الناس الرغايين دول اصلا ويفضل زيزو الرغاي على كده طول اليوم ما يبطلش كلام، يطلع من محمد صلاح وليفربول للكراتين، ومن الكراتين للواد عبرادي وام عبرادي للواي فاي ومشاكله. والمصيبه بقى ان الكام يوم اللي بيقعدهم ساكت ومضطر في البيت بيجي يطلعهم علينا في الشغل رغي في رغي بدون انقطاع، لدرجه اني احيانا بقيت اخاف افتح معاه اي موضوع، احسن يفضل يتكلم فيه ويضيع عليا اليوم كله. ولما حبيت مره انبهه بشكل غير مباشر انه يبطل رغي وهري في الفاضي ومليان، قلت له يا زيزو قالوا في الامثال خير الكلام ما قل ودل، واذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. راح قايل لي فورا فعلا. الله ينور عليك يا عمو، فكرتني بالذهب وزمن الفن الجميل والله. ده انا امبارح بفتح قناه مسبيه زمان لقيت ايه، مش هتصدق، لقيت فيلم ذهب بتاع انور وردي وفيروز، ما انت فاكره يا عم. الله الله على الفيلم ده وجماله، فيلم عبقري والله العظيم. تمثيل ايه واغاني ايه، ولا القصه الفيلم كده تحس ان فيها مواعظ وفيها حكم. هي دي الافلام ولا بلاش؟ والله يا عمو افلام كانت بتربي اجيال وبتعلم الناس الاخلاق. بمناسبه التعليم يا عمو، انا كنت عايز ادخل لك بقى في موضوع مهم قوي، عايز اقول لك رايي بقى في منظومه التعليم. اصلا انا سمعت ان التعليم بقى بعد كده حلو. وخلص اليوم، خلص اليوم كله وزيزو الرغاي لسه بيرغي لدرجه انه حتى ما خدش باله اني نمت وهو لسه بيتكلم. ايه ده، وانت نمت يا عمورة؟ على فكره بقى
انت ما تعرفش ان النوم في الشغل مفيد جدا جدا لصحه الموظفين؟ بذمتكم ده تقولوا له ايه؟ تتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكايتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.